المشكله يا باشا ان سواقين الملاكي دلوقتي بقى يشتغلوا احسن من بتوع التاكس، واحنا عاوزين حاجتين من الحكومه، ان المرور ان الشرطه تنزل وتعاقب كل تاكسي ماشي غلط، والسيد رئيس عبد الفتاح السيسي يتدخل في الموضوع. شكرا. وده اضر بشغلكم يعني الشركتين الثانيين؟ مضرور الشركتين دول ضرنا ومش عارفين نشتغل. طب وايه المطالب اللي انتوا محتاجينها؟ المطالب ان الشركتين دول لازم يقفوا، واي تاكسي ماشي مخالف واقف سنه، والسواق واقف سنه.